رئيس الجمهورية يؤكد خلال حفل إفطار على شرف عدد من تلاميذ مدارس الامتياز أن المشروع المجتمعي الذي يعمل على تأسيسه يقوم في شوهره على العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية. وزير المياه والصرف الصحي تفقد عددا من المنشآت والمشاريع المائية التابعة لقطاعه في ولايتي العصابة والحوض الغربي. الإعلان عن نجاح أول تجربة لزراعة القمح في بلادنا، والأمين العام لوزارة الزراعة يعطي إشارة البدء في حصاد القمح الموريتاني. المساء من الموريتانية، مرحبا بكم. أقام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ غزواني مساء أمس بجناح الضيافة في القصر الرئاسي حفل إفطار على شرف عدد من تلاميذ مدارس الامتياز من أبناء الأسر المعتمدة في السجل الاجتماعي، إضافة إلى طواقم تلك المدارس التربوية وأولياء أمور التلاميذ بها. ويأتي لقاء فخامة رئيس الجمهورية مع هذه المجموعة من التلاميذ الذين حظوا بتعليمات من سيادته بتمييز إيجابي مكنهم من الولوج إلى مدارس الامتياز في إطار جهود الاعتناء بطبقات المجتمع الهشة والعمل على تعزيز ولوجهم إلى مختلف الخدمات المتاحة لكافة المواطنين في البلد. ويشكل هذا الإفطار كذلك تثمينا لمثابرة التلاميذ بصفة عامة وتشجيعا لهم على التحصيل لخلق جو من التنافس الإيجابي بينهم من خلال حثهم على مضاعفة الجهود لاكتساب العلوم والمعارف. كما يشكل هذا اللقاء تثمينا للأدوار المميزة التي يقوم بها المدرس وما يبذله من تضحيات في سبيل تعليم وتكوين الأجيال لجعلها قادرة على تحمل المسؤوليات بتشعب مجالاتها وتعدد اتجاهاتها التي يتطلبها بناء موريتانيا المزدهرة القادرة بسواعد أبنائها على شق طريقها نحو النمو والتطور والازدهار. جرى حفل الإفطار بحضور الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية والوزيرين المستشارين برئاسة الجمهورية ووزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي ورئيس المجلس الأعلى للتهذيب والأمين العام لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي. وأكد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني خلال حفل الإفطار أن المشروع المجتمعي الذي يعمل على تأسيسه يقوم في جوهره على العدالة الاجتماعية واللحمة والوحدة الوطنية ودولة القانون والمؤسسات والتنمية المستدامة الشاملة. وأضاف سيادته أن مسؤولية إكمال وتوطيد أركان هذا المشروع المجتمعي تقع على عواتق التلاميذ الذين هم رجال الغد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبيه الكريم. أبنائي التلاميذ، أيها المواطنون، أيها الوكلاء، نختار في البداية نهنئكم ونهنئ من خلالكم الأسرة التربوية وكذلك الشعب الموريتاني بمناسبة شهر رمضان المبارك. ونختار مبارك لكم أبناء التلاميذ
ولوجكم المدارس الامتياز، ونحثكم على الجد وعلى المثابرة من أجل النجاح أو النجاحات المتفوقة دائما. تقول أنتم وأمثالكم من التلاميذ نختار نذكركم على أنكم هم أمل هذه الأمة وعماد مستقبلها، وتقع على عواتقكم مسؤولية إكمال وتوطيد أركان المشروع المجتمعي اللي نشتغلوا احنا اليوم على تأسيسه. هذا المشروع المجتمعي يقوم أساساً على العدالة الاجتماعية وعلى اللحمة وعلى الوحدة الوطنية وعلى دولة القانون والمؤسسات وعلى التنمية المستديمة الشاملة لبلدنا. وبهذا كامل يعود مرهون نجاحه في مختلف أبعاده بقدرتنا على بناء منظومة تعليمية توفر جميع أبناء الوطن في ظروف متماثلة وبجودة عالية تعليم ناجع وفعال. وذا هو الهدف من المدرسة الجمهورية اللي نعمل على قيامها. غير في انتظار على أن المدرسة الجمهورية تصبح فيها الظروف التعليمية متكافئة هي والفرص للوصول لها والنجاح فيها، أظهرنا على أننا طلقوا ذي المبادرة اللي انتم اليوم جزء منها وهو جزء تأسيسها. المبادرة شنهي؟ والله تتمثل فاش على الأصح. المبادرة ترمي لزيادة فرص أبناء أسر السجل الاجتماعي في الولوج لإعداديات وثانويات الامتياز. وأنا سعيد جدا بنجاح هذه المبادرة اللي نابعة عن قناعتي الراسخة بأن المدرسة هي الأداة الأساسية لتغيير أحوال الفرد وتغيير أحوال الأسرة وتغيير أحوال المجتمع للأفضل. والمدرسة هي أقصر طريق للعدالة الاجتماعية وبناء مجتمع منسجم وتنمية اقتصادية شاملة. التلاميذ اللي تم ولوجهم هذه السنة لمدارس الامتياز والمشمولين في البرنامج، كيف تفضلوا المتدخلين اللي استمعنا لهم ضرك استفادوا الحمد لله من منح ومن دروس تقوية، ووفرت لهم جميع الأدوات المدرسية ووسائل التأطير المناسبة. ونختار نأكد لكم على أن إن شاء الله مستمرين في تعميق هذا البرنامج وفي توسيعه
حتى تتساوى فرص ولوج جميع الأطفال للمدارس الامتياز بدون ما أثر ذاك على مستوى وفعالية هذه المدارس المهمة. قرارنا بأن المدرسة الجمهورية تنجح قرار ما فيه رشعة إن شاء الله. وبذلنا وسنستمر في بذل إن شاء الله الجهود ومضاعفتها في المرحلة المقبلة لتوفير كل الظروف الضرورية لنجاح المدرسة الجمهورية. احنا نظامنا التعليمي ما نقدر نخلوه يعود أداة التكريس وترسيخ الفوارق بدل من يعود يا الله يعود هو اللي يقضي على هذه الفوارق. ونعتبر على الرسالة التعليمية المدرسية هي الأداة الكفيلة بتخليه يلعب الدور اللي يا الله يعود هو فعلا هو الدور اللي متوقع. وبهذه المناسبة بتواجدنا في هذا الإفطار في بلد اختيارنا عدلها فرصة لتوجيه نداء لكم انتم أولا التلاميذ والوكلاء تلاميذ وللمدرسين وللمؤطرين ولكافة القوى الحية في الوطن لتكثيف الجهود من أجل الإسهام على نحو فعال في إنجاح المدرسة الجمهورية إن شاء الله. من اللي إحنا ما نقدر نكسب رهان تنمية بلدنا على أسس سليمة ومستديمة يكون بالتعليم، والتعليم لا بد من يعود ناجح يكان يعود يؤدي وظيفته ويؤدي طموحاتنا اللي ننتظر منه. شكرا، بارك الله فيكم. هذا وتحدث المدير المتحدث باسم طواقم التدريس المدعوة، تحدث مستعرضا واقع هذه الدفعة ومستوياتها ودروس التقوية التي خضعت لها من أجل أن يكون أفرادها في مستويات ورائهم بمدارس الامتياز. الشرف أن أقدم لكم دفعة التلاميذ الامتياز الجمهوري التي وجهتم لوجهها لثانوية الامتياز، وذلك بتطبيق لمعيارية قوامها اثنان: كون التلميذ مسجلا بالسجل الاجتماعي لتآزر، وكونه شارك اصلا في مسابقة الامتياز فخامة رئيس الجمهورية. هذه المجموعة تتكون من 34 تلميذا في السنة الأولى إعدادية، و43 تلميذا في السنة الخامسة رياضيات. وقد تم إعداد برنامج خاص لتأهيل هؤلاء التلاميذ وإلحاقهم بمستويات الامتياز تمثل أساسا في: واحد، برنامج تأهيل علمي دراسي ودروس تقوية مكثفة لضمان إلحاقهم بأترابهم الآخرون. اثنين، منحة دراسية قدرها 5000 رقية قديمة شهريا. ثلاثة، تعويض بدل النقل من وإلى ثانوي. وقد مكن التقييم المرحلي الثلاثي الأول من تجاوز 25% بالمعدلات المطلوبة، أي أكثر من 12 درجة من 20، و 50% في المتوسط، و 25% ما زالت تحت المستوى. وختاما، سيتم تعزيز وتحيين برنامج التأهيل، ومن الأكيد أن مستويات هؤلاء التلاميذ ستتكافأ مع نظرائهم عند اختتام السنة الدراسية.
على ذلك عاملون وعلى دعمكم المستمر القوي فخامة رئيس الجمهورية معولون. شكرا سيادة الرئيس. أحدث باسم التلاميذ رئيس الجمهورية على هذه المبادرة التي أتاحت له ولزملائه الولوج إلى مدارس الامتياز. فخامة رئيس الجمهورية، أنا التلميذ محمد حسان العبد الله من مواليد عام 2011 بيروت، أدرس السنة الأولى الإعدادية بثانوية الامتياز رقم 1. أهلي مسجلون بالسجل الاجتماعي وقد أتيحت لي هذه الفرصة من غير حول مني ولا حيلة، ومنذ أشهر نستفيد من هذا التكوين المكثف لكي نلتحق بمستويات التلاميذ بالامتياز، وهو ما نحن على طريقه سائرون ومن الأكيد له واصلون. أشكر باسم زملائي البالغ عددهم 77 فخامة الرئيس على الفرصة أولا وعلى العناية ثانيا، وأعده أن نكون عند حسن ظنه وتوقعه وماذا قال الله في عمله. بارك الله فيك رمضان المبارك. في شيء آخر، أدى وزير المياه والصرف الصحي صباح اليوم زيارة تفقد ومتابعة لمشروع تزويد مدينة كيفة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من قرية بوغادوم، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الانتاج المائي وفق حاجيات السكان في مدينة كيفة. سعيا إلى الإطلاع عن كثب من خلال الوقوف على طبيعة سير العمل في مشروع تزويد مدينة كيفة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من قرية بوغادوم، تندرج زيارة المتابعة التي أداها وزير المياه والصرف الصحي رفقة والي العصابة السيد عبد الرحمن ولي الحسن لمكونات هذا المشروع، حيث شملت الزيارة الخزان الرئيسي قيد الإنجاز الواقع في منطقة بغيرة والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 500 متر مكعب. كما تفق قد الوزير كذلك صحبة الوفد المرافق له سير الأشغال في عمليات توصيل خط الأنابيب الرابط بين حقل بوغادوم ومحطة الاستقبال بكيفة، هذا بالإضافة إلى الخزان العلوي الرئيسي بمدينة كيفة الذي سيستقبل مياه بوغادوم لتوزيعها وضخها في الشبكة المحلية للمدينة. أنا اليوم في كيفة كنت نتفقد مشروع اللي بوغادوم اللي لا يجيب الكيفة 2000 متر مكعب لليوم، وكيف أركات كيف اللي تعرفوا بعد إيش من أعمال صيانة زاد تقريبا اللي كان يجيها من الماء 1500 متر مكعب لليوم، عند الحمد لله ما يقارب 3700 3900 وراجعين عن هذا الآلاف الاثنين اللي يارلتهم يجوها راجع عنهم يجوها في 15 من ذا الشهر الجاي يعود مثلاً عندها شيء مشان ما يلاحقها إن شاء الله هم يجي الماء من النهر نعدلوا اللي نقدر نعدلوا كان يعطي الله تعالى عن يوم 15 في الشهر المقبل تعود إن شاء الله هذيك 2000 اللي ياسر الكيف اللي ياسر من الزمن ينتظروا كان يعطي الله تعالى عن يجيهم يعود عندهم تقريبا قريب من 6000. هذا وتشمل مكونات المشروع إنجاز وتجهيز 5 آبار بتدفق إجمالي يناهز 100 متر مكعب للساعة، وكذا إنجاز وتجهيز خزان أرضي بسعة 500 متر مكعب، وإنجاز وتجهيز محطة ضخ بمنسوب 100 متر مكعب مجهزة بمضختين، واقتناء ووضع 47 كيلومترا من قنوات الضخ يتراوح قطرها من 90 إلى 315 مليمتر، وكذا بناء وتجهيز خزان بارتفاع 20 متر وبسعة 200 متر مكعب، هذا بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز 7 حنفيات عمومية ووضع 7 كيلومترات من أنابيب التوزيع. عبد الله الصوفي، قناة موريتانية، مدينة كيفة. إلى هذا الحد أشكر أسماء عثمان التي رافقتني فيما تقدم من هذه المسائية بلغة الإشارة. كما أدى وزير المياه والصرف الصحي مساء أمس زيارة تفقد واطلاع للمنشآت التابعة لقطاعه في مقاطعة طنطان، وخلال هذه الزيارة أكد الوزير سعي القطاع إلى توفير المياه الصالحة للشرب لكل سكان المقاطعة.
خلال جولة التفقد والاطلاع للمنشاة المائية في مدينة الطينطان التي قام بها وزير المياه والصرف الصحي رفقة والي الحوض الغربي، استمع الوزير إلى مطالب السكان وملاحظات السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين في المقاطعة حول مشكل نقص المياه الصالحة للشرب. وتجول الوزير رفقة وفده المرافق في أهم المنشآت التابعة لقطاعه في المدينة، مؤكدا أن القطاع ينفذ حاليا خطة استعجالية لضمان استفادة المنطقة من الماء الشروب بكميات كافية. نحن نارك في الطينطان وعدلت نفس الخطة زاد ولا يعدلوا فيه إن شاء الله وحسيان. نحن نارك في بلاد التنقيب في الطينطان ويدور إن شاء الله، وزاد هو مشاكل المياه يدور إن شاء الله وتنحل فيه عن القريب العاشر. يدور الخطة الاستعجالية يجبر منها نصيبه قدر من الحسيان يعدلوا ويندارعوا للشبكة في أسرع وقت إن شاء الله تعالى، وراجين عن ذا كامل يعدل بطريقة عجلانة ونجبر مولي هذا التقييم يعطينا مياه كمية لباس بها من المياه في الطينطان وفي كوبني وتعود مشاكل الماء في هذه البلديات الثنتين انحلت إن شاء الله تعالى. وتواصل المصالح الفنية التابعة للقطاع العمل الميداني لتمكين سكان هذه المناطق من الحصول على المياه الصالحة للشرب عن طريق حفر آبار جديدة وربطها بالشبكة المائية للمقاطعة. لقناة الموريتانية، محمد البلال، مدينة طينطان. أعلن الأمين العام لوزارة الزراعة مساء أمس من مزرعة ثمار الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال مدينة روسو، أعلن عن نجاح أول تجربة لزراعة القمح في بلادنا. وبهذه المناسبة أعطى الأمين العام رفقة والي ترازا والمدير العام لشركة صنادير إشارة البدء في حصاد القمح الموريتاني. كانت التجربة ناجحة والحصاد مشجعا، فبمعدل حصاد 5 أطنان من القمح للهكتار الواحد نجحت شركة ثمار الوطنية بالشراكة مع مجموعة بلادي في كسب الرهان وفي زراعة القمح في منطقة الشمامة. الأمين العام لوزارة الزراعة الذي واكب اللحظات الأولى للحصاد رفقة والي ترازا والسلطات الإدارية والأمنية والمدير العام للشركة الوطنية لتنمية الريفية صنادير تحدث بلغة الأرقام عن طبيعة الحصاد وعن صنف القمح الذي سيدخل لأول مرة الأسواق بطابع القمح الموريتاني. نحن اليوم نحضر هذا اليوم حصاد يمكن اعتباره تاريخي، لأن حصاد مزارع قمح تم زراعتها بتعاون بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص مع دعم وتحفيز ومساعدة من الدولة من وزارة الزراعة من خلال شركة صنادير. حصيلة هذه أي تجربة مشجعة جدا، يعني حسب الزيارة اللي قمنا بها وحسب النتائج الأولية للحصاد تتراوح المردودية القمح حصاد القمح ما بين 4 إلى 5، والصنفين اللي تم زرعهم صنفين جديدين، وعندنا 5 أصناف تم تجربتهم سابقا ويمكن أنهم ينزرعوا في البلد، ستسمح بإنتاج ما يقارب 1000 هكتار. والمهم في هذه التجربة أن هذا المنتوج اليوم يمكن استعماله كبذور في المستقبل إذا ما تمت معالجته وتنقيته من الشوائب. أيضا هذه التجربة سمحت بنفس تقريبا الكمية 1000 طن من الأعلاف سوف إن شاء الله يستفيد منها مجال زراعة تنمية المواشي. مزرعة ثمار تعد ضمن الشركات الوطنية التي استفادت من الجهود التي بذلتها الدولة مؤخرا لدعم الزراعة والمزارعين. احنا العام زرعنا بالتعاون مع شركة بلادي 200 هكتار من القمح، نوعيتين مختلفات، صنفين مختلفين منه، واستطعنا بإذن الله تعالى أن نبدأ اليوم الحصاد، وتجربة مشجعة. توقع إن شاء الله تعالى عن الهكتار الواحد يعطينا من 4 إلى 5 أطنان للهكتار، ومعنا ذلك بإذن الله تعالى يساهم في الاكتفاء الذاتي للبلد ويدعم برنامج الدولة اللي مصمم عليه إن شاء الله في الاكتفاء الذاتي في إطار فترة زمنية قصيفة. الأرض كانت مناسبة جدا والجو كان مناسب جدا، أرض مناسبة جدا لزراعة القمح، تربة الموريتانية مناسبة جدا لزراعة القمح، المياه متوفرة والأراضي خصبة، استطعنا بإذن الله تعالى أن نعدل التجربة
لنتوقع إن شاء الله تعالى عن صداها يعد كبير بإذن الله تعالى. وبمحاذاة المساحة المخصصة للقمح، زار الأمين العام لوزارة الزراعة رفقة والد رارزة والمدير العام لشركة الصنادير نماذج من زراعة الخضروات، أكد القائمون عليها أنها ستدخل مرحلة الحصاد بعد أيام قليلة، ومن المتوقع أن تسهم في تغذية السوق بكميات معتبرة من أصناف الخضروات. مختار بابو الأحمد، قناة الموريتانية، مدينة روسو. وهنا في نواكشوط نظمت وزارة العدل صباح اليوم ورشة تحسيسية حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية والتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، وتهدف هذه الورشة إلى التعريف بهذا الإطار القانوني ومواجهة الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان. وزارة العدل تنظم لقاء تحسيسيا بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية والتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال 2023-2024، وذلك للنشر وتعميم النصوص القانونية ذات الصلة من أجل أخذ كافة التدابير اللازمة لمتابعة هذا النوع من الجرائم. إن نشر ثقافة حقوق الإنسان في أي مجتمع كان يتطلب شراكة فعلية بين الدولة ومؤسسات المجتمع عن طريق إقامة تواصل بين النخبة المعنية بحقوق الإنسان وبين عموم الشعب. نشر ثقافة حقوق الإنسان وذلك ضمن برنامج متكامل لتعزيز ثقافة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان، وهذا ما تسعى هذه الحملة إلى تحقيقه، بعد أن كانت تنظم لصالح القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية تم توسيعها هذه السنة لتشمل مدارس التكوين المهني القضائي والإداري والأمني والجامعات ومعاهد التعليم العالي، كما تمت إضافة مواضيع تتعلق بمحاربة تهريب المهاجرين ومحاربة عمالة الأطفال المجرمة باعتبارها ظواهر تزداد انتشارا يوما بعد يوم. لا شك أنكم تابعتم اجتماع الأمس الاثنين 18 مارس للجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي يرأسها معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود، التي ناقشت مستوى تنفيذ توصيات اجتماعها الماضي حول تعزيز آليات العمل الإجرائي والقضائي والأمني بخصوص متابعة التجاوزات في مجال حقوق الإنسان والتجار بالبشر والتحقيق فيها وتنسيق عمل الهيئات والآليات الوطنية المكلفة بهذا المجال، وكذا تقدم موائمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان والاستجابة لمتطلبات خارطة الطريق ضد الاتجار بالبشر. وقد تلقى الحضور شروحا تبين النصوص القانونية الوطنية التي تم سنها خصيصا لمحاربة هذا النوع من الجرائم ومعاقبتها للمجرم الذي يعتدي على كرامة وحقوق الإنسان سبيلا إلى توحيد المعالجة القضائية فيما يتعلق بالتعاطي مع هذا النوع من الجرائم. مع دخول شهر رمضان أسبوعه الثاني، تشهد أسواق العاصمة نواكشوط إقبالا معتبرا من المواطنين لاقتناء حاجياتهم من مادة الخضروات، وتعمل السلطات العمومية عبر معرض رمضان للمنتجات المحلية من الخضروات على تموين السوق بالخضروات الوطنية وبأسعار مدعومة. هنا بأحد أسواق العاصمة نواكشوط يشهد الطلب على الخضروات ارتفاعا معتبرا من قبل المواطنين، وذلك مع دخول الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، ويعود تزايد الإقبال على شراء الخضروات إلى كونها تشكل جزءا أساسيا من وجبات الإفطار في شهر الصيام والقيام. الخضروات الحمد لله كاينة كاملة، كما كل شيء الحمد لله كاين الحمد لله كاين. إن مسلوق كيل طماطم 200 وقية، وضربتيها كيل طماطم هنا تيها موريتانية 160 وقية، ذا فرق شاسع. ويسجل رواد هذه الأسواق استقرارا في أسعار الخضروات بعدما شهدته من ارتفاع خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل، مع تسجيل وفرة في العرض من المنتجات الزراعية المحلية. بارك الله خارقة ما شاء الله، ومعقولة ما كاتل الوئر، ولكن ما كاتل الهي قبا ما شاء الله معقولة. هذا البرنامج فتحه وزين عندنا وشاكرينهم ومضبوط عنده وأسعار مناسبة، تو ما تميتي ونافه 900 وقية قاعدين هلا 200 قاعد اسعار اغلبيتهم ولا 200. وهنا بساحة المطار القديم يساهم معرض رمضان للمنتوج الوطني من الخضروات في توفير حاجيات المائدة الرمضانية من الخضروات، خاصة البطاطس والطماطم والبصل والجزر وغيرها، الشيء الذي اسهم حتى الان في استقرار اسعار هذه المادة الاساسية. الاهداف الحمد لله تحققت،
الحمد لله الاسعار تم ضبطها، زادت الاسعار مضبوطه بنفس الاسعار الحمد لله اللي فيها قاعش انخفض، والبضاعه موجوده ما زالت في نفس الوتيره، والاقبال الحمد لله ينزال، وهذا الحمد لله من فضل الله اولا وجهد هذا الشباب اللي ضحوا بوقتهم ومالهم وجهدهم، ولهم الاعتزاز اليوم بهذه الطريقه اللي وصل لها هذا المعرض من النجاح ما شاء الله، ومن السيطره على الوضع، لانه هو اول معرض يخلق مشكله هون، والحمد لله لهم الفخر بالطريقه اللي وصل بها لهذا 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 النجاح الباهر الحمد لله. إضافة إلى ما يحققه معرض رمضان من تموين للسوق المحلية من الخضروات المحلية بأسعار مدعومة، فإنه أيضا يؤكد وفق القائمين عليه قدرة المنتوج المحلي على المنافسة وتحقيق السيادة الغذائية عبر الاكتفاء الذاتي من مادة الخضروات. احتضن الجامع الكبير بنواكشوط اليوم ضمن دروس الإحياء الرمضاني محاضرة تناولت في جانبها الفقهي رمضان والقرآن، ألقاها فضيلة الفقيه محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب بالفتن، فيما تناولت في جانبها الصحي عرضا حول طب النساء والتوليد قدمه الطبيب أحمد بابا والعبد الجليل أخصائي أمراض النساء والتوليد. تتواصل المحاضرة الرمضانية بالجامع الكبير وتتناول في يومها التاسع رمضان والقرآن، ألقاها فضيلة العلامة محمد عبد الرحمن الأحمد الملقب الفتن، الذي أسهب في علاقة القرآن بالصوم وتهذيبه للنفوس وطمأنته للقلوب، داعيا إلى استغلال الشهر الكريم في تلاوة كلام الله وتدبر معانيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو قول فصل ليس بالهزل، بيّن فيه رب العالمين ما ينبغي وما لا ينبغي، وفصل فيه العقائد والحلال والحرام، وجعله حجة على العالمين، وكلف النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه، وبين أنه أنزله لذلك، قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أمراض النساء والتوليد كانت عنوان الشق الصحي من المحاضرة الرمضانية، إذ بين الأخصائي تأثير الصوم على بعض الأمراض المتعلقة بالنساء والتوليد، وشدد على أهمية الرضاعة الطبيعية في تكوين مناعة الطفل والحد الأدنى من الرضاعة، إضافة إلى إمكانية صيام المرضعة. المطلوب هو أن لا تصوم المرأة خلال الفترة الأولى من الإرضاع، والتي تحدد بستة أشهر الأولى من الإرضاع، ذلك أنه من المطلوب بل من الموصى به بل من المفروض أن يكون الإرضاع في هذه الفترة إرضاعا حصريا، والإرضاع الحصري يعني أن يكون الإرضاع من الثدي بدون أي إضافات، سواء كانت ماء أو تغذية أو إرضاعا بألبان صناعية، هذا ما يوصى به لصالح المرأة والوليد. وعلى مدى ساعة كاملة تفيأ الحاضرون ظلال القرآن في المحاضرة الرمضانية وتعلموا أحكام الصوم وأمراض النساء والتوليد، معتمدين في ذلك على خبرة الطبيب ليخرجوا بما ينفعهم. والآن نفتح نافذتنا على الأنباء الدولية، لكن بعد هذا الفاصل. أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم في مؤتمر صحفي عن استئناف المفاوضات غير المباشرة بين وفدي إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس في الدوحة، وأضاف الأنصاري أن المفاوضات التي تم استئنافها تتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والانتقال إلى مرحلة الاجتماعات التقنية. في هذه الأثناء أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان بإخلاء محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة بعد أن اقتحمه أمس، وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أكدت وقوع شهداء وجرحى في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع الشفاء الطبي. كما أكدت الوزارة تعذر إمكانية إنقاذ المصابين بسبب كثافة
النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ. في شيء آخر، لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون بجروح فجر اليوم بالقرب من إشبيلية جنوبية إسبانيا إثر اصطدام شاحنة بحاجز للشرطة. وكانت الشاحنة تحاول تجنب تفتيش الشرطة حيث اصطدمت ب3 مركبات أثناء قيامها بمناورة مفاجئة. وأعرب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن تعاطفه وتضامنه مع أسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للجرحى. ختام المسائية تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد خلال حفل إفطار على شرف عدد من تلاميذ مدارس الامتياز أن المشروع المجتمعي الذي يعمل على تأسيسه يقوم في جوهره على العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية. وزير المياه والصرف الصحي يتفقد عددا من المنشآت والمشاريع المائية التابعة لقطاعه في ولايتي العصابة والحوض الغربي. وتابعنا في المساء الليلة الإعلان عن نجاح أول تجربة لزراعة القمح في بلادنا، والأمين العام لوزارة الزراعة وهو يعطي إشارة البدء في حصاد القمح الموريتاني. بعد قليل تلتقون الزميل محمد بلال في أخبار الولايات. إلى اللقاء.